الكسكسي يصنف تراثا عالميا بفضل تسيير الجزائر لطلب قدمته رفقة كل من تونس والمغرب وموريتانيا شهر مارس من العام الماضي إلى اليونسكو لإدراج هذا الموروث ضمن قائمة التراث الإنساني غير المادي. فكان الكسكسي اليوم طبقا للتلاقي بتعدد نكهاته وتنوع أصنافه بشتى أنحاء الوطن الثري بثقافته. أول مرة شاركت في التظاهرة هذه، والحمد لله كما قال واحد طعمنا أولى عالمي، الناس كامل كما قال تشهد له. إلى سكسو جلبان، سكسو المايس، سكسو مخروض، سكسو ناروز، سكسو بواشيش، ياكل سكسو البشنة أوف اللوف. عطسو تنسينا صح اسما ولا نسينا اللان موث نسينا ذا شو ثان. مثلت ولاية تيبازا درت لكم كسكس بلاصوص بلانش اللي ماشي غير في تيبازا يديروه، يديروه مام في الجزائر العاصمة، في بليدة، في كامل الولايات يديروه. كل هذا التنوعات وهذه العلاقة الخاصة جعلت من هذا الطبق أكثر من طبق، هو حكاية طويلة، حكاية شعوب المنطقة وارتباطها بالقمح. يسعدني أن ألتقي اليوم معكم على طبق التلاقي نحتفي به كما اعتاد أجدادنا منذ مئات السنين ونستبشر به خيرا، فهو النعمة، هو الفال الطيب. قصر الثقافة مفدي زكريا ازدان أيضا بلوحات إبداعية من الفن التشكيلي على هامش تظاهرة أيام الكسكسي. هذه واحدة من لوحات التاي شاركت بها في المعرض، لوحات اللي شاركنا بهم فيها لي معيش اشترتوا علينا أن ما نجيبوهمش هنا للمعرض، دونك جبت هذه. هذا وتستمر التظاهرة إلى غاية 21 من الشهر الجاري.